بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 69. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والواجب من الطعام الطعام على شرف المساكين، بنص الله سبحانه وعلى عددهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا في بيان كفارة الأيمان، وهي كما بينها الله سبحانه وتعالى في القرآن، خير فيها بين ثلاثة أمور: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، وهو ما يعادل كيلو ونصف. فإذا أخذ 15 كيلو من الطعام ووزعها على 10 مساكين بالتساوي، فهذا هو المجزي. من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني لا من الطعام الردي ولا من الطعام الجيد، بل من المتوسط الذي تطعمونه أهليكم. وإذا وضع مع الطعام إداما فهذا أفضل. إذا وضع مع الكيلو ونصف من الطعام شيئا من الإدام، من اللحم أو من غيره مما يؤدم به الطعام، فهو أكمل وأحسن. الشيء الثاني: كسوة 10 مساكين، كل مسكين له ثوب، إن كان ممن في بلد يلبسون الثياب، وإن كان في بلد لا يلبسون الثياب بل يلبسون الإزار والرداء، فيعطيه إزارا ورداء كل مسكين. وإن كان في بلد يلبسون الستر والبنطلون، فكل واحد يعطيه ستر وبنطلون، يعني سروال وكوت كما هو المعتاد. فكسوتهم بحسب البلد، حسب كسوة البلد. الشيء الثالث: عتق رقبة، وهذا أفضل. فيخير بين هذه الأمور الثلاثة: طعام 10 مساكين، أو كسوة 10 مساكين، أو عتق رقبة مؤمنة. والرقبة أفضل. فإن لم يجد شيئا من هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام، فهي على الترتيب بين الصيام وبين الأمور الثلاثة، وعلى التخيير في الأمور الثلاثة. فكفارة اليمين تجمع تخييرا وترتيبا. وهنا يغلط كثير من العوام، يظنون أن الواجب الصيام على كل حال، وهذا غلط. الصيام لا يجزي إلا في آخر المراحل، إذا لم يجد الإطعام ولا الكسوة ولا العتق فإنه يصوم، يعني لم يجد أو لا يستطيع لفقره، فإنه يصوم 3 أيام. هذه هي الكفارة التي ذكرها الله في سورة المائدة. نعم. الواجب إطعام 10 مساكين بنص الله سبحانه وعلى عددهم. فلو نقص واحدا، لو أطعم 9 فلا بد من العاشر، ولو أخرج 10، لو أخرج 15 كيلو وأعطاها لواحد، قلنا باق عليك 9، باق عليك 9 مساكين، فلا بد من استيعاب العدد.
فلو دفع نصيب العشرة إلى واحد أو إلى خمسة أو إلى تسعة فأقل، قلنا لابد من إكمال العشرة لأن الله نص على ذلك. وإذا وجد أهل بيت مثلا فقراء عددهم عشرة أو أكثر أجزأ أن يدفعها إليهم جملة واحدة. إذا وجد أهل بيت لا ينقصون عن عشرة وهم فقراء، عائلة أو عزوبية في بيت كلهم فقراء، أدفع إليهم الكفارة جملة واحدة أجزأ، أو بلازم يفردها لكل واحد كل واحد، لا، لو دفعها إلى عشرة جملة واحدة 16 كيلو أجزأ ذلك. ولو كان أهل البيت أقل يعطيهم بقدرهم ويكمل من بيت آخر أو من عدد آخر، يعطي أهل البيت أو الجماعة بقدرهم إذا نقصوا عن العشرة ويكمل من آخرين. نعم. ويعتبر فيهم أربعة شروط: الأول أن يكونوا مساكين، يعني فقراء. نعم. فلو أعطاها لأغنياء لم تجزي لأنها للفقراء. نعم. وهم الصنف الذي يدفع إليهم في الزكاة، والفقير داخل فيهم لأنه مسكين وزيادة. نعم. وأن يكونوا أحرارا، فلو دفعها إلى مملوكين لم تجزي لأن نفقتهم على سيدهم فلم تجزي للمماليك لأن نفقتهم على سيدهم فهم مكفولون. نعم. وأن يقولوا أحرار فاختار الشريف وأبو جعفر دفعها إلى المكاتب لأنه ممن يجوز دفع الزكاة إليه. إذا كان المملوك مكاتبا، والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له منجما يعني على أقساط، كان يشتري العبد نفسه من سيده بعشرة آلاف كل سنة ألف ريال صح ذلك. قال تعالى: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني أعينوهم على سداد دينهم. فإذا أعطاها لمكاتب أجزأت يعني عن واحد، عن تجزي عن نصيب واحد، ولو أعطاها لعشرة مكاتبين أجزأت أيضا. نعم. واختار شريف وأبو جعفر إذا دفعها إلى المكاتب لأنه ممن يجوز دفع الزكاة إليه. نعم. قال تعالى: وفي الرقاب، العدة من أصناف أهل الزكاة في الرقاب وهم المكاتبون. نعم. يعني في عتق الرقاب. نعم. ولنا أن الله سبحانه عده صنفا في الزكاة غير صنف المساكين، فيدل على أنه ليس بمسكين. والله جل وعلا يقول في كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين. وإذا جئنا إلى أهل الزكاة وجدنا أن المكاتب في الرقاب سهمه غير سهم المساكين فيدل على المغايرة، فلا تجزي إلى مكاتب على المذهب، لكن الصحيح إن شاء الله أنها مجزية لأن المكاتب محتاج وفقير وهو يسعى في فكاك نفسه، قد جعل الله له نصيبا من الزكاة. نعم. يدل على أنه ليس بمسكين، والكفارة إنما هي للمساكين بدليل الآية، يعني أخذا بظاهر الآية. نعم. ولأن المسكين يدفع إليه لتتم كفايته، والمكاتب إنما يأخذ لكفاية رقبته، أما كفايته فإنها حاصلة بكسره. نعم. فإن عجز قدر إلى سيده فاستغنى بإنفاقه ويخالف الزكاة فإنها تدفع إلى الغني، والكفارة بخلافها. كل هذا رد على قول أبي جعفر. نعم. ويشترط أن يكونوا مسلمين، هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يكونوا من تدفع إليهم الكفارة مسلمين، فلا تدفع إلى كفار.
لأن الكفار لا يزيل لهم دفع الزكاة، فدفع الكفارة إليهم من باب أولى. نعم. ويشترط أن يكونوا مسلمين فلا يجوز صرفها إلى الكافر. وقال أصحاب الرأي يجوز دفعها إلى أهل الذمة بدخولهم في اسم المساكين. أصحاب الرأي الذين يقولون بالقياس هم أصحاب الرأي الذين يقولون بالاستدلال بالقياس، ومنهم الحنفية يقولون يجوز أن تدفع إلى الكافر الذمي، ولكن هذا فيه نظر، والذمي هو الذي يدفع الجزية، وهذا فيه نظر ظاهر. نعم. يقولون بالقياس لكن لا يعتمدونه في كثير، لأنهم هم أصحاب الرأي يعتمدون على القياس أكثر من اعتمادهم على الأحاديث، فهم يكثرون من استعمال القياس ولا يحتجون بكثير من الأحاديث. قالوا لأنهم معذورون في هذا، لأنهم كانوا في العراق، والعراق ظهرت فيه الفرق والكذب، فصاروا لا يثقون من الرواية بسبب كثرة الكذب في العراق، اعتمدوا على القياس، قالوا هذا عذرهم، بخلاف أهل الحجاز. الحجاز لم يكن فيها أحد من الفرق الضالة، لذلك كانت روايتهم منضبطة. نعم. قال أصحاب الرأي يجوز دفعها إلى أهل الذمة بدخولهم باسم المساكين، وخرج أبو الخطاب وجها لذلك. خطاب من الحنابلة. نعم. ولنا يعني لأن الله لم يذكر وصف المدفوع إليهم، بل قال 10 مساكين وأطلق، فيدخل فيهم مساكين أهل الذمة. نعم. ولنا أنهم كفار فلم يجوز إعطاؤهم، وكمستأمني أهل الحرب، والآية مخصوصة بهذا فنقيس عليه. الشرط الظاهر أن يكونوا قد أكلوا الطعام، فإن كان طفلا لم يأكل لم يجوز الدفع إليه، في ظاهر كلام الفرقي وهي إحدى الروايتين عن أحمد. وعنه لا يشترط ذلك. الشرط الرابع في المدفوع إليه أن يكون ممن يأكل الطعام، فلا تدفع إلى الطفل الذي يرضع لأنه لا يأكل الطعام، ولكن هذا فيه نظر، أنها تدفع إلى المرضعة التي ترضعه، لأن أكلها له ينفع الرضيع في إدرار اللبن، فنفقة الطفل تدفع إلى المرضعة. نعم. وعن لا يشترط ذلك. قال أبو الخطاب هذا قول أكبر الفقهاء، لأنه حر مسلم محتاج، فأشبه من يطعم. نعم. ولنا قوله عز وجل فإطعام 10 مساكين، وهذا يقتضي أكلهم له، فإذا لم تعتبر حقيقة الأكل وجد اعتبار مظنته، ولا تتحقق مظنة الأكل ممن لم يطعم. هذا قول من يقول لا تدفع إلى المرتضع لأنه ليس من أهل الأكل. نعم. ولأنه لو كان المقصود دفع حاجته جاز دفع القيمة ولم يتعين الإطعام، وهذا يقيد ما ذكروه. الأمر سهل في هذا، وما أظن أن أحد يعطي واحد يرضع، لكن هذا من باب البحث فقط وليس هو من باب الواقع. نعم. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف جاز الدفع إليه، غير أن المحجور يقبض له وليه. غير أن المحجور عليه يقبض له وليه وهو الصغير. نعم. فصل. ويطعم لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق أو رطلان من خبز. هذا المذهب، أن مقدار ما يعطى لكل مسكين مد وهو ربع الصاع،
ولكن الصحيح أنه يعطى نصف الصاع مدان، يعطى مدين نصف الصاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي احتاج إلى حلق رأسه وهو محرم: أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فيقاس عليه كفارة اليمين، تقاس على كفارة حلق الرأس في الإحرام، وقد نص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدفع فيها نصف الصاع. وأما إخراج المد فهذا ليس فيه دليل. نعم. يعني مد من البر أو نصف صاع من غير البر، هذا المذهب، والصحيح أنه نصف صاع من الجميع من البر وغيره. نعم. والمخرج بالكفارة مخرج والمخرج بالكفارة ما يجزئ بالفطرة، وهو البر والشعير والتمر والسبيل قياسا لها عليها. هذا المذهب أنه يخرج في الكفارة ما يخرج في الفطرة من 5 أصناف قياسا، والصحيح أنه يخرج في الفطرة ما يقتات في البلد، يخرج في الفطرة ما يقتات في البلد، وكذلك في الكفارة. والله جل وعلا يقول: من أوسط ما تطعمون أهليكم، وهذا مطلق، فيعتبر ما يوكل في البلد. قد يكون هناك بلد لا ليس فيه بر ولا شعير ولا تمر ولا أقط ولا زبيب، فكيف نكلفهم بأن يقتصروا على الأصناف 5؟ مثلا الرز الآن، الرز الآن هو المأكول عند أكثر الناس، فكيف نقول أخرجوا شعير وهو ما يوكل الآن؟ الحمد لله الشعير الآن ما يوكل، فكيف نقول أخرج شعير؟ يخرج مما يوكل وهو الرز، هذا هو العدل وهو الوسط. نعم. وفي الخبز روايتان: إحداهما يجزئه بقوله سبحانه: فإطعام 60 مسكينا ومن أخرج الخبز فقد أطعم، والأخرى لا يجزئه لأنه خارج عن حال الكمال فأشبه الحديث. هل يجوز إخراج المطبوخ أو المخبوز في الكفارة أو في صدقة الفطر؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم. الصحيح أنه في الكفارة لا يجزي إلا المكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الصاع، فلا بد أن يكون المخرج مكيلا. وأما في الكفارة فلم ينص على المقدار المخرج، بل قال: إطعام 10 مساكين. والإطعام يشمل المطبوخ ويشمل غير المطبوخ، ولهذا يقولون، وهو اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية، إنه لو غدى المساكين أو عشاهم أجزأ ذلك، فلو جمع 10 مساكين وعشاهم أجزأ ذلك، ولو غداهم أجزأ ذلك. في كفارة الظهار لو جمع 60 مسكينا وغداهم أو عشاهم أجزأ ذلك، لأن الله نص على الإطعام ولم يبين المقدار في الصاع كما بينه في الفطرة. نعم. فيقول: ما يجزئه اعتبر أن يكون من كل برد فصاعدا، أن يكون المطبوخ يبلغ مد، فإن نقص عن المد فلم يجزي. نعم، هذا فيه تكلف، المهم أنك تشبعه، هذا هو المهم، تطعمه يعني تشبعه غدا أو عشاء. نعم. فقال الثقفي: لكل مسكين رطلة خبز، كل مسكين رطلة خبز، لأن الغالب أنها لا تكون إلا من مد أو أكثر. الوزن يعني وزن رطلين من الخبز، والرطلان يعادلان المد. ولا يزيد من البر أقل من المد، ولا من غيره أقل من مدين. نعم. لما روى الإمام أحمد في إسناده عن أبي يزيد البدري قال: يزيد عن أبي يزيد، ممنوع من الصرف. نعم. لما روى الإمام أحمد في إسناده عن أبي يزيد البدري
قال: جاءت امرأة من بني بيارة بنصب وسق شعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر: أطعم هذا فإن مدى شعير مكان مده، وهذا نصب. الوسق 60 صاعا ونصفه 30 صاعا على 60 مسكين، كل مسكين نصف صاع من الشعير. نعم. مسألة: فمن لم يجد فصيام 3 أيام للآية. من لم يجد هذه 3 الإطعام أو الكسوة أو العتق فإنه يصوم 3 أيام. نعم. مسألة: وهو خير بين تقديم الكفارة على الحلم إذا حلف على فعل شيء أو تركه ورأى أن مخالفة اليمين أحسن، فإنه مخير أن يخرج الكفارة أولا ثم يخالف اليمين، أو أن يخالف ثم يخرج الكفارة بعد الحنث، هو مخير. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: والله إن شاء الله إني لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فذكر الكفارة بعد إتيان الذي هو خير، يعني بعد الحنث، ويجوز قبل الحنث أنك تكفر ثم تخالف اليمين. نعم. بقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وذكر هنا الكفارة أولا ثم إتيان الذي هو خير، يعني ذكر الكفارة ثم الحنث. أدل وفي حديث الذي سمعتم أنه قال: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت، فذكر الكفارة بعد الحنث، فدل على جواز الأمرين. نعم. وهو فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه متفق عليه. نعم. مسألة: ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه. ثوب يجزئ في الصلاة، يجزئ في الكسوة ثوب يجزئ في الصلاة، وهو القميص أو الإزار والرداء أو الستر والبنطلون في البلاد التي تعتاد هذا، كل على حسب عادته. نعم. ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. وقال الشافعي: يجزئه أول ما يقع عليه الجسم من سرابيل أو إزار أو رداء أو مقنع أو عمامة. وفي القلنسوة وجهان، لأن ذلك يقع عليه اسم الكسوة فأشبه ما ينزل في الصلاة. ولنا الحاصل أنه يتبع عادة البلد، يدفع في كل بلد ما اعتاد من الكسوة للرجال وللنساء، لأن الله قال: أو كسوتهم مطلق، أي ينزل على عرف كل بلد. نعم. ولنا أن الكسوة أحد أنواع الكفارة. أما عند الشافعي رحمه الله فيجي أنك تدفع له قطعة قماش، قطعة قماش، سواء كانت إزارا فقط أو سراويل فقط أو كانت رداء فقط أو كانت مقنعة على الرأس مثل الغترة والشماغ فقط، ولكن هذا فيه نظر، هذا فيه، لأن هذا لا يسمى كسوة، هو كسوة تامة. نعم. ما لا يسر عقبه يسمى عريانا لا مكتسيا. نعم. وكذلك لابس السرابيل او منزل وحده يسمى عريانا، فوجب ان لا يجزئه. الكسوه اذا اطلقت تشمل ما يستر البدن كله اسفله واعلاه، هذه الكسوه. نعم. ولانه مصروف الى المساكين فيقدر كالاطعام. إذا ثبت هذا فإذا تسمى
أعطاها درعا وخمارا، والدرع هو الثوب، درع هو الثوب، فيعطيها درعا تلبسه على جسمها وخمارا تغطي به رأسها، لأن هذا هو الكسوة الساترة لها. نعم، تغطي به رأسها ووجهها. فلو أعطاها درعا فقط ما كساها، كذلك لو أعطاها خمارا فقط فإنه ما كساها، فلا تعد مكتسية إلا بما يستر جسمها ورأسها. نعم. يعني ثوب وغدفة عند العوام، ثوب وغدفة، هذا. نعم. لأنه أقل ما يوسعها الصلاة فيه. نعم. وإن كسر أجزاه قميص أو ثوب يستر عورته به ويجعل على عاتقه منه شيئا. نعم. أو ثوبين يعتزر بأحدهما ويجعل الآخر على عاتقه. إزار ورداء إذا كان من أهل لبس الإزر والأرضية. نعم. ولا يجزئه منزل وحده ولا سراويل وحده. لأن هذا ما يستر البدن كله وإنما يستر بعضه. نعم، فلا يعد مكتسيا. الذي ما عليه إلا سروال ما يعد مكتسيا، كذلك اللي ما عليه إلا إزار لا يعد مكتسيا. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. يعني نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو مكشوف الكتفين، لا بد أن يستر الكتفين أو أحدهما على الأقل. ومن هنا يخطي بعض المحرمين الذين يصلون وهم محرمون ويطرحون الأرضية ويكون أعلى أجسامهم مكشوفا كله، هذا غلط، بل لا تصح صلاتهم عند الإمام أحمد. عند الإمام أحمد يقول: من صلى وليس على عاتقيه شيء لم تصح صلاته، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا أظنه مفردات الإمام أحمد. نعم. مسألة: ويجزئه أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة. لو شكل كسى خمسة وأطعم خمسة، جمع بين الصفتين، يقول يجزي هذا، الله أعلم. نعم. وعند الشافعي لا يجزئه، وهو الظاهر. الظاهر ان التشكيل انه ما يكفي، يعني يطعم خمسة ويكسو خمسة، هذا جمع بين خصلتين، لا هو بل كسى العشرة ولا هو بل يطعم العشرة. نعم. عند الشافعي لا يجزئه بقوله سبحانه: فكفارته إطعام عشرة مساكين. فإذا شكلت ما يصدق عليك انك أطعمت عشرة مساكين ولا انك كسوت عشرة مساكين، فتكون مخالفة للآية. فالظاهر والله أعلم أن مذهب الشافعي هو الراجح. نعم. لقوله سبحانه: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتكم. ووجه الحجة أنه جعل كفارة أحد هذه الخصال الثلاث ولم يأت بواحدة منها. الثاني أن الخصال على هذه الثلاث يدل على انحصار التكبير فيها. يدل أن انحصاره على هذه الثلاث يدل على انحصار التكبير فيها. انحصار، انحصار التكبير فيها، إما إطعام عشرة أو كسوة عشرة أو عتق رقبة، يدل على انحصاره في أحد هذه الثلاثة. أما لو جمع بين أمرين صار خارج عن الثلاثة. نعم. يدل على انحصار التكبير فيها وما ذكرتموه قسم الرابع الذي هو إطعام بعضهم وكسوة بعضهم، هذا القسم الرابع لم يذكر في الآية، هذا ترجيح لمذهب الشافعي رحمه الله. نعم. ولأنه نوع من التكبير فلم يجوز تبعيضه كالعتق. نعم. ولنا أنه أخرج من جنس المنصوص. لو أعتق بعض عبد، لو أعتق بعض عبد يجوز اعتق بعض العبد، يصير مبعض، لكنه لا يجزي في الكفارة، لأن الله قال: فتحرير رقبة، يعني كاملة، فلو اعتق بعضها لم يجزي،
وإن كان يصح من جهة العتق. نعم. ولنا أنه أخرج من جنس المنصوص عليه لعدة العدد الواجب فأجزأ. لنا هذا المذهب اللي يقول يجوز التشكيل، هذا فيه نظر ظاهر. نعم. أنه أخرج من جنس المنصوص عليه لعدة العدد الواجب فأجزأ كما لو أخرجه من جنس ولد، ولأن كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه في جميع العدد. هذا ينفع لو قدر واحد ما يقدر على كسوة عشرة وإطعام أو إطعام عشرة، وإنما عنده بعض هذا وبعض هذا، ما عنده بعض طعام وعنده بعض كسوة، الكسوة ما تكفي للعشرة والطعام ما يكفي للعشرة، فلو جمع بينهما غطى على العشرة. هذا القول ينفع في هذه المسألة، لكن نقول هذا خارج عن الدليل، خارج عن الدليل. فالظاهر والله أعلم إنه إذا كان كذلك يصوم، يعدل إلى الصيام. نعم. ولأن كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه في جميع العدد فقام مقامه في بعضه. الله أعلم. نعم. لما جاز أن يقوم مقام ما في جميع بدنه الجنابة جاز في بعضه في طهارة الحدث، فيما إذا كان بعض بدنه جريحا أو بعضه صحيحا. هذا في ما له بدل، القياس مع الفارق هنا، تيمم ما له بدل، خلاف الكفارة اليمين لها بدل، إذا عجز عن هذه الثلاثة يصوم، هنا بديل. نعم. ولأن معنى الطعام والكسوة متقارب، إذ القصد من سد الخلة خله سد الخلة، الخلة يعني الحاجة، الخلة يعني الحاجة، أما الخلة هي المحبة. نعم. ولا خلة ولا شفاعة، خلة يعني محبة. نعم. ولأن معنى الطعام والكسوة متقارب، إذ القصد منه سد الخلة ودفع الحاجة وتنوعهما من حيث كونهما في الإطعام إشباع الجوع، وفي الكسوة سد العوى. مهما قال فإن كلام الشافعي رحمه الله أوجه، كلام الشافعي أوجه في هذا. نعم. ولا يمنع الإنساء بالكفارة الملفقة منهما كما لو كان أحد الفقيرين محتاجا إلى سد العورة والآخر إلى الاستفتاء. وأما الآية يقول لو ما وجد إلا وجد عشرة مساكين، لكن واحد محتاج لثوب لثياب، يعني بعضهم محتاج لثياب وبعضهم محتاج لطعام، يقول ما داموا مساكين يعطيهم من نوع واحد كله، ما يشكل. نعم. ما داموا فقراء يعطيهم من نوع واحد ولو كان مختلفة حاجتهم، النظر ما هو إلى حاجتهم، النظر إلى تحقق الفقر فقط. نعم. وأما الآية فإنها تدل بمعناها على ما ذكرناه، ولأنها دلت على أنه مخير في كل فقير من العشرة بين أن يطعمه أو يكسوه، وهذا يقتضي ما ذكرناه، ويصير كما يتخير في فداء الصيد الحرامي بين أن يأتيه بالنظير أو يقوم النظير بدراهم فيشتري بها طعاما فيتصدق به أو يصوم كل هذا الكلام ما ينفع في الحقيقة. والأوجه ما قاله الإمام الشافعي رحمه هو المطابق للآية، إنه ما يجمع بين في كفارة واحدة بين خصلتين. نعم. لا ما هو كذا، ها هنا فرق. نعم. مسألة. نعم. ولو أعطى نصف رقبة أو أطعم خمسة مساكين أو كساهم لم يجزئه، لأن مقصودهما مختلف متباين. قلنا لا يجوز إعتاق بعض الرقبة فيكون مبعضا،
لأن الله نص على تحرير الرقبة كلها، فلا يجوز اعتاق بعضها. وكذلك لا يجوز إطعام بعض العشرة والاقتصار عليهم، بل لا بد من إكمال العشرة. نعم. ولو هذا مما يرد عليه في كلامه الذي قاله قريبا. يعني هو الآن يقول لو أطعم 5 مساكين وأعتق نصف رقبة ما أجزاء ذلك. يقول وراك أجل تقول إذا أطعم 10 أطعم 5 وكسى 5 يجزي، وهنا تقول إذا أعتق نصف رقبة وأطعم 5 لا يجزي، ما الفرق بينهما؟ وهو الآن يعني رد على نفسه. نعم. ولجانب سواء بين عينيهما. نعم. ولتباعد مقصد العتق منهما ومباينته لهما. شوف المسألة اللي بعدها أطال على هذا وهو ما هو بحث. مسألة. نعم. وإن اعتقا نصف عبدين لم يجزئه أيضا. لو اعتق نصف عبدين نصف واحد ونصف الآخر لم يجزئه، لأنه لا يصدق عليه أنه حرر رقبة. الله تعالى يقول فتحرير رقبة، فهو لم يحرر رقبة كاملة. نعم. وإن اعتق نصف عبدين لم يجزئه أيضا، واختيار أبي بكر. هذا أيضا مما يرد عليه، وراك منعت التبعيض، ومنعت التبعيض هنا وأجزته هناك في الإطعام والكسوة، والمخرج واحد. نعم. لأن المقصود من العلم تكميل الأحكام، ولا يحصل ذلك من إحداث نصفين. والمذهب أنه يجزئ. قال الشريف هذا قول أكثرهم، ولأصحاب الشافعي قولان كذلك. نعم. ومنهم من قال مسألة اللي بعدها مسألة ولا يكفر العبد إلا بالصيام. العبد المملوك لا يكفر إلا بالصيام، لأنه ليس له مال، ليس له مال يطعم أو يكسو أو يعتق، فيكفر إذا حنث في اليمين يكفر بالصيام فقط، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والعبد غير واجد لأنه لا ملك له، ملكه لسيده. نعم. ولا يكفر العبد إلا بالصيام، لا خلاف بين أهل العلم بأن العبد يجزئه الصيام كفارة، لأن ذلك فرض الحر المحسن وهو أحسن حالا من العبد. لأن الحر إذا لم يجد الثلاثة يصوم، فكذلك العبد من باب أولى، لأنه ما وجد الثلاثة، لا يملكها. نعم. لأنه لا يملك وملكه لسيده فهو فقير. نعم. وهو أحسن حالا من العبد، فإنه يملك بالجملة، فلو أذن له سيده في التحبير بالمال لم يلزمه، لأنه ليس لمالك بما أذن له فيه. فلو أذن له سيده في التحبير بالمال لم يلزم، لأنه ليس لمالك بما أذن له فيه. لو أذن له سيده بالتكفير بالمال قال له أطعم، ما يخالف، أطعم 10 مساكين أو اكسو 10 مساكين، جاز له ذلك ويبري ذمته، لكن لا يلزمه قبول التبرع، بل يصوم إذا أراد. نعم. وظاهر كلام الفرقي أنه لا يجزئه التكفير بغير الصيام. وقال أصحابنا فيما إذا أذن له سيده في التكفير بالمال روايتان، إحداهما يجوز تكفيره به لأنه بإذن سيده يصير قادرا على التكفير بالمال. يجوز لكن لا يلزمه، يجوز مع عدم اللزوم،
كان الرواية الثانية أنه لا يجزيه ولو أذن له سيده لأنه ليس ملكا له. نعم. كما سبق. نعم. لأن فرض الصيام فلم يلزمه غيره، كما لو أذن مؤسر لحر المؤسر بالتكفير من ماله. نعم. مسألة: ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤونته ومؤونه عياله وقضاء دينه. يشترط في تكفير بالإطعام أو الكسوة أو العتق أن يكون ذلك فاضلاً عن كفاية الحالف وكفاية من يمونه، يعني من ينفق عليه، فإن لم يكن فاضلاً عن كفايته وكفاية من يمونه فإنه يصوم. نعم. من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤونته ومؤونه عياله وقضاء دينه. قال الشافعي: يقدم قضاء الدين على الكفاره، لان الدين حق للادمي والكفاره حق لله، وحق الادمي مبني على المشاحه وحق الله مبني على المسامحه، فيقدم دين المخلوق على دين الخالق سبحانه وتعالى لأنه مبني على المسامحة، خلاف حق المخلوق فإنه لا يسقط إلا بإسقاطه هو. نعم. قال الشافعي: من كان له الأخذ من الزكاة لحاجته فله الصيام لأنه فقير. نعم. ولنا ظاهر قوله سبحانه: فمن لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله فليس بواجب، ولأنه حق لا يزيد بزيادة المال فاعتبر فيه للفاضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته كصدقة الفطر. نعم. فإن ملك ما يكفر به وعليه دين مثله وهو مضاله به فلا كفارة عليه، لأنه حق آدمي والكفارة حق الله سبحانه. فإذا كان مضالا به وجد تقديمه على زكاة الفطر. نعم. إذا وجد الكفارة لكنه مطالب بدين يعادل الكفارة أو يزيد عليها دين حال ومطالب به، يقدم الدين ويصوم عن اليمين، صوم عن اليمين لأنه كالعادم. نعم. وإن لم يكن مطالبا به فكلام أحمد يقتضي روايتين: إحداهما لا يجب لذلك والأخرى يجب، لأنه لا يعتبر فيه قدر من المال فلم تسقط بالدين كزكاة الفطر. إذا لم يكن مطالبا بالدين أو الدين مؤجل فإنه يكفر بالموجود عنده، لأنه دين حال لله عز وجل ودين المخلوق مؤجل فيقدم الدين الحال. نعم. مسألة: ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا من مسجد وخادم وأهل. ما يبيع شيء مما يحتاجه، ما نقول له أنت عندك بيت فيه أثاث وفيه، أو عندك سيارة ابعه وكفر منها، ما يلزم ذلك لأن هذا يضره فيعدل إلى الصيام. عنده سيارة يركبها حاجته، ما نقول له ابعه لأنه يتضرر بهذا فيجزيه الصيام. أو عندها أثاث في البيت، عنده كنبات وعنده فراش، عنده سجاد، أثاث يحتاجه، ما نقول له ابعه لأن هذا يحتاجه، فيكفر بالصيام والحمد لله. نعم. أما إذا كان عنده شيء زايد عن حاجته فهذا غني، يجب عليه أن يبيع من هذا الشيء الفاضل ويكفر. نعم.
ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئاً من مسجد وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه، لأن الكفارة إنما تجب فيما ينبع عن حاجته الأصلية، وهذا من نوائجه الأصلية، فلا يلزمه بيع شيء من ذلك لأنه يضر به كثيراً. قال عليه الصلاة والسلام: عنده مكتبة، عنده مكتبة فيها كتب لها أقيام، لكنه محتاج لها المكتبة، يحتاج طالب العلم ويحتاج للبحث. ما نقول له بع من الكتب وكفر، نقول له يجيك الصيام، لأن هذه حاجة. إذا شرع في الصوم يستمر، ولو وجد ما يطعم أو ما يكسو به الفقراء، بل يستمر في الصيام. وإن انتقل فلا بأس، إن انتقل هو يقول لا يلزمه، أما أنه ينتقل هذا يجزي، يجزي لكن لا يلزمه. نعم. لأنه بدل لا يأتر بالقدرة عن المبدل، فلم يلزمه الرجوع إليه. كما لو قدر على الهدي في صوم السبعة أيام فإنه لا يخرج بغير خلاف. فإنه كما لو قدر على الهدي في صوم السبعة أيام فإنه لا يخرج بغير خلاف. يقول يعني لو أنه حاج عليه هدي تطوع، عليه هدي واجب بالتمتع أو للقران، لكن ما عنده شيء يذبح وشرع في الصيام، جاءه دراهم، جاب الله له دراهم، يستطيع الآن يفدي، يقول ما يلزمه أنه يترك الصيام ويروح يشري هدي. لما شرع فيه له أن يكمل، وإن عدل عن الصيام وشرع فدية جاز هذا، لكن ما يلزمه. نعم. والدليل على أن البدل لا يدخل معناه أن البدل الصوم، والصوم صحيح مع قدرته اتفاقا، لأنه شرع فيه وهو جائز، أو شرع فيه وهو جائز له، فإذا أيسر في أثنائه لا يلزمه الانتقال عنه نظرا للبداية. نعم. مسألة: ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة أيام، فعنه لا يجزيه إلا كمال العدد. من لم يجد إلا مسكينا واحدا، هذا مشكل. فيقول أنه فيه قولان، القول الأول أنه يردد عليه عشرة أيام ليقوم مقام عشرة مساكين، وهذا غير ظاهر، الظاهر أنه ما يجزي إلا عن واحد يدور البازي لو في بلد آخر، إما وجدهم في هذا البلد يبي يجدهم في بلد آخر، أو يرسل مع أحد، يرسل مع أحد من يعني إطعام البقية في بلد آخر. ولا تخلو البلاد من فقراء، البلاد الواسعة ما تخلو من فقراء، فإذا لم يجد في بلده يجد في بلد آخر. أما أنه يردد على واحد ما هو بظاهر، يعني الواحد ما يكفي إلا عن واحد. نعم. وعنه لا يزيه إلا كمال العدد لقوله سبحانه: إطعام عشرة مساكين، ومن أطعم واحدا فما أطعم عشرة. ودليل الأولى أنه يجزئ أن ترتيب الإطعام على الواحد في عشرة أيام في معنى إطعام عشرة، لأنه قد دفع الحاجة في عشرة أيام. ما هو ظاهر. نعم. إلا يطعم المسكين هذا ويبقى تسعة يدورهم في بلاد أخرى، أو ينتظر حتى يجدهم، هو بلازم أنه يكفر على الفور، تبقى في ذمته، فإذا وجدهم يطعمهم. نعم. كذلك، نعم كذلك كفارة الظهار. لأنه قد دفع الحاجة في عشرة أيام فأشبه ما لو أطعم كل يوم واحد. ما هو ظاهر، واحدة. نعم. الشيء بمعناه يقوم مقام وجوده بصورته عند تعثرها، ولهذا شرعت الأبدال لقيامها مقام المبتلات، لقيامها مقام المبتلات بالمعنى، ولا يستزاد بها مع المقدرة على المبتلات. وكذا
ثلاثة أبناء. باب الجنايات. باب الجنايات. الجنايات هي التعدي على الغير بإتلاف نفس أو مال أو جرح أو قطع طرف أو إذهاب منفعة. هذه الجنايات. الجنايات هي التعديات، التعديات التي فيها إتلاف، إتلاف للنفس أو إتلاف لطرف أو إتلاف لمنفعة أو إتلاف لمال. التعديات مضمونة على الجاني بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجني جان إلا على نفسه. فالتعديات مضمونة والجنايات مضمونة، إما بقصاص وإما بدية. نعم. وأول الجنايات وأشدها القتل، قتل النفس. فقتل النفس إن كان متعمدا ففيه القصاص، ففيه القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى، إلا أن يعفو أولياء المجني عليه. وإن كان القتل خطأ ففيه الدية والكفارة، دية على العاقلة والكفارة على الجاني. وذلك في قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إلى قوله تعالى: فمن لم يجد، يعني من لم يجد الكفارة، من لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين. هذا في الخطأ. ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا وعيده في الآخرة. وأما في الدنيا فإن عليه القصاص في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وفي قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها، أي التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذه الآيات فيها ما يجب في القتل العمد والقتل الخطأ. نعم. مسألة: القتل بغير الحق ينقسم ثلاثة أقسام. ثلاثة أقسام على المشهور: الأول العمد، وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا العمد. والثاني شبه العمد، وهو أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، أن يقصد جناية لا تقتل غالبا لكن ينقتل فيها الشخص، مثل ضربه بعصا أو ضربه بيده فيموت، هذا شبه عمد، لأن الآلة المستعملة في الجناية لا تقتل غالبا فلا يعتبر هذا عمدا، وإنما هو شبه عمد. والثالث الخطأ، الثالث الخطأ. ومن العلماء من يرى كالإمام مالك، من يرى أن القتل على نوعين فقط: إما عمد وإما خطأ، وليس عنده شبه عمد، يعتبر شبه العمد داخلا في العمد، وذلك للآية الكريمة: الله لم يذكر إلا نوعين. لكن في الحديث، في الحديث ذكر شبه العمد، قالوا في شبه العمد قتيل العصا والسوط، فذكر شبه العمد في الحديث في السنة يعني، فالجمهور أخذوه من السنة. نعم. أحدها عبد الرحمن وهو نوعان، أحدهما
يتحدث وهو ما يقطع به ويقول بالبدن كالسيف والسكين والنشام وما يجمع بحده. العمد على نوعين، يعني الآلة التي يستعملها في العمد إذا كانت صالحة للقتل، صالحة للقتل فهذا عمد. إذا اجتمع القصد من الجاني وصلاحية الآلة للقتل فهذا عمد. والآلة على قسمين، تكون حادة مثل السيف والسكين والرمح والرصاص المستعمل الآن التي تنفذ في البدن، والنوع الثاني المثقل كأن يضربه بخشبة أو بحجر ثقيل يقتل في الغالب، هذا عمد لأن الآلة صالحة للقتل يقتل مثلها في العادة. فإذا اجتمع القصد وصلاحية الآلة للقتل فهذا عمد. إذا وجد القصد ولكن لم تكن الآلة صالحة للقتل في العادة فهذا شبه عمد. إذا فقد القصد وكانت الآلة صالحة أو غير صالحة للقتل فهذا خطأ لأنه لم يقصد. نعم. ما يجرح بحده وإن كان زجاجاً أو خشباً أو مصراً فهذا كله إذا جاء به جرحاً كبيراً فمات فهو قتل عمد، لا خلاف فيه بين أهل العلم بما علمنا. نعم. فأما جاء الصديق كشرطة حجام أو غرزة بجبلة أو شوكة نظرة أو شوكة نظافة، فإن كان ذلك في مقتل كالعين والفؤاد والصدر فمات. أما المحدد الصغير كالإبرة والدبوس والشوكة فهذا لا يقتل غالبا إلا إذا كان في موضع حساس، لأن البدن فيه مواضع حساسة إذا طعن فيها ولو يسيرا مات، فإذا وافق مقتل فهو عمد. إذا قصد المقتل تحرى المقتل فلو كان بشوكة أو بدبوس أو بإبرة فهذا عمد. أما إذا كانت في غير مقتل لكن تسممت ومات منها فهذا شبه عمد وليس عمدا. نعم. فإن كان ذلك بمقتل كالعين والفؤاد والصدر فمات فهو عمد، لأن الإصابة لذلك بالمقتل كالإصابة بالسكين في غير مقتل، لأن هذا الإصابة صالحة للقتل. نعم. وهم تعمدها. وإن كان في غير مقتل نظرت، فإن كان قد بالغ في إثارها في البدن فهو كالجرح الكبير، وإن غاسه بها غرزا يسيرا أو جرحه بالكبير جرحا لطيفا كشرطة الحجام فما دونها في غير مقتل. فقال أصحابنا إن بقي فيها حتى مات ففيه القبض، لأن الظاهر أنه مات منه، وإن مات في الحال ففيه وجهان، أحدهما لا قصاص. قال ابن حامد لأن الظاهر أنه لم يمت منه، والثاني فيه القصاص لأن المحدد لا يعتبر فيه غالبة ظن القتل به، بدليل ما لو قطع أنملته. ولأن البدن نقاطه خفية وهذا له سراية ونور فأشبه الجرح الكبير. الثاني أن يقتله بما ليس بمحدد بما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله، فهذا عمد موجب للقصاص أيضا. قال أبو حنيفة لا قول في هذا. الجمهور على أن المثقل إذا قصد ضربه به عمد يعتبر من العمد، وعند أبي حنيفة لا، ما هو بعمد. يقول ولو ضربه بجبل أبي قبيس ما هو بعمد، لأن هذا ما هو بسلاح، ولكن هذا مرجوح في الواقع. نعم. لأنه معروف أن المثقل يقتل أكثر مما يقتل السيف. نعم. نعم.
وعددهم 5 مثلا، وهو متيقن انهم سيدخلون منه لعده ايام، فما الحكم؟ الحكم انه ما اطعم الا 5 وباقين عليه 5. لو عطى 5 مساكين 10 أكياس ما أجزى إلا عن 5، يبقى عليه 5. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أخرج من تجب عليه كفارة اليمين عدد 5 أصع لكل مسكين من العشرة، نصف صاع من برد أو شعير على المذهب، فهل يجزئه ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، أو لا بد من تقديم طعام مطلوب غداء أو عشاء؟ لا، العكس العكس، الخلاف إنما هو في تقديم المطبوخ، هو اللي فيه الخلاف. أما تقديم غير المطبوخ فهذا لا خلاف أنه يجزي. فلو دفع برا أو رزا أو شعيرا أو تمرا إلى 10 مساكين كل واحد له نصف صاع، هذا لا خلاف أنه يجزي. إنما الخلاف في تقديم المطبوخ، المذهب أنه لا يجزي، واختيار الشيخ تقي الدين وغيره أنه يجزي، أن يصدق عليه الإطعام. لكن الأولون يقولون أن المطبوخ ما يتصرف فيه الإنسان إلا بالأكل فقط، خلاف غير المطبوخ ويتصرف فيه، إن شاء أهداه وإن شاء باعه وأخذ ثمنه، وإن شاء أكله وإن شاء أجله. يمكن ما هو بحاجة طعام الآن، يمكن اليوم أنهم تعشي يأجله، لكن لو كان المطبوخ ما أمكنه يأجله، خرب. خلاف بخلاف غير المطبوخ فهو يقبل التأجيل إلى 10 إلى أيام تصرف فيه. نعم. الشيخ وفقكم الله، من عليه كفارة فكلم صاحب المطعم منها مسؤول يجب به، فقال له هذه 50 ريالا سدد منها طعاما بعشرة مساكين ممن يأتون إليه، فما حكم ذلك؟ لا بأس، هذا توكيل. إذا وكل من يكفر عنه صاحب مطعم أو غيره بشرط أن يكون ثقة، أو صاحب مطعم من اللي ما هالعمال اللي ما يدروا وشهم، صاحب مطعم موثوق وتكفل أنه يستكمل 10 مساكين يشبعهم من الطعام، هذا يجزي إن شاء الله. نعم. قضية الشيخ رحمه الله، هل يجزي إقامة الكفارة للجمعيات الخيرية ويتكفل بتوزيعها؟ هذه ظاهرة ظهرت الآن، هذا ما يجزي ولا يبرئ الذمة، لأن الجمعيات تجمع الشيء وتخلطه، التبرعات والكفارات والزكاة تخلطها جميع، ولا تصرفها على مقصد الشرع، ولا يهمهم هذا، وهم من هو المسؤول منهم؟ ما كلهم جماعة، كل واحد يلقي بالمسؤولية على الآخر. فالجمعيات ما تبرئ الذمة، التبرعات لا بأس تعطيها من التبرعات، لكن الأشياء الواجبة التي يجب على الإنسان أن يخرجها ويتأكد منها، مثل الكفارة، مثل صدقة الفطر، مثل الأضحية، مثل النذور، هذه يجب على الإنسان أنه يتولاها بنفسه، أو يوكل ثقة يثق به ينفذها. أما الجمعيات فيه ما يعتمد عليها فيها. أول شيء أنها تبي تخلط هالأشياء وتخليها إلى بعد حين، في حين فيها كفارات لا تقبل التأجيل، نذور لا تقبل التأجيل، أضحية لا تقبل التأجيل، هذه أشياء حساسة. فالأشياء الواجبة يجب على الإنسان أنه ينفذها بنفسه، ولا يوكل من يثق به في تنفيذها. وزكاة الفطر كذلك، لأنها محددة في يوم قبل صلاة العيد، آخر حد للإخراج صلاة العيد. والجمعيات ما هي براحة أن تنفذ كفارات، أو افطر الناس أهل البلد أو جماعة كثيرة تنفذها قبل صلاة العيد، لو حرصت ما تجد ولا تستطيع. فهذا من التساهل فيها في الواجبات، فاللي عليه واجب يبادر بإخراجه، تولاه أو يوكل من يثق به في إخراجه في وقته. نعم. مهما وجد نظامهم وما وجد مشرفوهم ما يستطيعون، هذه أمور كثيرة. إذا تكاثرت عليهم الفطر في آخر شهر رمضان والوقت محدد وضيق، ما يمديهم على هذا الشيء.
ويروحون أيضا لبلاد بعيدة في الغالب متى تاصل؟ ما يصلح هذا. وهم ليسوا وكلاء عن الفقراء، الفقراء ما وكلوهم حتى نقول إن قبضهم لا يقوم مقام قبض الفقير لأنهم وكلاء عنه، الفقراء ما وكلوهم، ما وكلوهم في هذا، وإنما الذي وكلهم الدافع فقط. هذه أمور حساسة تفوت. يا أخي ما أنت بعجز إلا تعرف مسكين أن تعطيه زكاة فطرك، ما أنت بعجز إن شاء الله، سأنت يتعجز في لعلك للعجز. نعم، هذا من التساهل اللي ما يصلح. نعم. لا، ما يلزم خياطته، إذا أعطاه قماش يكفيه يكفيه ثوبا فلا يلزمه أنه يخيط. نعم، لأنه يعني يصدق عليه أنه أعطاه ثوب. نعم. لو أعطى أكثر من عشرة مساكين كفارة لعشرة مساكين، لو أعطى أكثر من عشرة مساكين ما يجزي. إذا أعطى ما يكفي عشرة مساكين لأكثر من عشرة ما يجزي، لأنه يصير لكل واحد منهم أقل من نصف الصاع، يزاحمهم الزيادة ذا الزايد هذا يزاحمهم. نعم. ثوب واحد بهذا القيد ليس على عاتقه منه شيء، ما هو معناه ما يصلي، ما يجوز يصلي بثوب واحد يعني لازم ثوبين واحد فوق واحد، لا، ما هو هذا هو المقصود. المقصود ما يصلي بقطعة، قطعة قماش واحدة تكون على أسفل بدنه فقط، هذا المقصود. نعم. وقولهم يستحب صلاته في ثوبين معناه ثوب على أسفل بدنه وهو الإزار، وثوب على أعلاه وهو الرداء، ليس معناه ثوبين واحد فوق الثاني، لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث لا يجمع الجاني إلا على نفسه، فكيف الجمع بين هذا وبين تحمل العاقلة معه ما يترتب عليه من الجناية؟ لأنه معذور، المخطئ معذور، لأن المخطئ معذور، وأما العامد فهو غير معذور، فلذلك يتحمل العامد يتحمل جنايته. ولو طلب الورثة الدية بدل القصاص فليس على العاقلة منه شيء، هذا على الجانب. أما الخطأ فلأنه غير متعمد فيعذر، ولأن الخطأ يكثر، فلو حمل كل مخطئ الدية لا أجحف ذلك به، ولأن العاقلة ترث لو كان له مال، فكيف ترث إذا كان له مال ولا تتحمل عنه إذا كان عليه غرامة؟ هذه بهذه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الغنم في الغرم. نعم. ها؟ العامد ليس عليه كفار، لأن الله لم يذكر عليه كفار، وإنما عليه التوبة، واختلف العلماء هل تقبل توبته أو لا تقبل. ابن عباس يرى أنه ما تقبل، وأنه لا بد من تعذيبه في النار، والجمهور يقولون تقبل توبته، لأن الكافر إذا تاب قبلت توبته، فالقاتل من باب أولى. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا يدخل فيه القتل. نعم. إذا ما قدرت العاقلة نعم يتحملها بيت المال، إذا صار ماله عاقلة، ما موجود إلا عاقل أو عاقلة فقراء ما يستطيعون، تحملها بيت المال. نعم. قال الشيخ وفقكم الله، البلاد التي لا يقع فيها الشريعة، هل يكفي حكم المحاكم المدنية في الجنايات أم لا بد أن يرضى المجني عليه كما هي محاكم الشرع؟ الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، ولا يجوز للإنسان أن يخضع له، لكن عليه يتحمل جنايته ويتحمل ما عليه ويعطيه للمستحقين، سواء حكم به القانون أو لم يحكم به. إذا برأه القانون وهو لم يبرأ في الشرع إنه لا يبرأ، القانون برأه وقال ما عليك شيء، بينما الشرع يوجب عليه، يجب عليه ما حمله الشرع.
نعم. أما إذا حكم القانون، إذا حكم القانون بحكم مطابق للشرع فهنا حصل المقصود. نعم. هذا في العمد، في العمد الصلح جائز بين المسلمين إذا أصلحوا، وفي الخطأ إذا عفوا قالوا ما نبي شيء أو عفى بعضهم عن نصيبه هذا جائز. طيب هذا العفو وأن تعفو أقرب للتقوى. نعم. لا يلزم من هذا أنه اختياره، لأنه هو يذكر رأي المذهب، يذكر رأي المذهب إلا إذا صرح قال وعندي كذا أو أنا أختار كذا، وإلا فهو يحكي قول المذهب. نعم. في كتب متفرقة في الإنصاف وفي الفروع، الإنصاف أرجى شيء وأكثر شيء هو الإنصاف، وكذلك الفروع لابن مفلح يذكر اختيارات شيخه ابن تيمية الحفيد، ويذكر أيضا اختيارات المجد. نعم. الجد. نعم. وتجدها أيضا في مؤلفات المجد نفسه، مؤلفات المجد نفسه مثل المحرر، متن المحرر للمجد ابن تيمية تجد فيه اختياراته. نعم. ما هو حد كسوة الفقراء الكبار والصغار؟ كل على حسب، كل ما يكفي. الصغير تعطيه ثوب صغير على قدره، والكبير تعطيه ثوب كبير على قدره، كلنا على قدر ما يكفي. نعم. ذكر الإمام ابن القيم أن القتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله تعالى، وحق للقتيل، وحق لأولياء القتيل. حق الله يسقط بالتوبة، إذا تاب إلى الله واستغفر غفر الله له. وحق الأولياء يسقط بالقصاص أو بالعفو، وحق القتيل يبقى على القاتل إلى يوم القيامة. نعم، إلى يوم القيامة، ويفصل الله بينهما يوم القيامة. وهذا التفصيل هذا هو الصحيح المطابق للأدلة الذي فيه جمع بين الأدلة. ذكر هذا في كتاب الجواب الكافي، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.